ثم قال ابن الأثير: ذكر وصول التتر إلى أذربيجان. لما هجم الشتاء على التتر في همدان وبلد الجبل رأوا بردا شديدا وثلجا متراكمة، فساروا إلى أذربيجان، ففعلوا في طريقهم بالقرى والمدن الصغار من القتل والنهب مثل ما تقدم منهم، وخربوا وأحرقوا، ووصلوا إلى تبريز، وبها صاحب أذربيجان أوزبك بن البهلوان، فلم يخرج إليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان الشرب ليلا ونهارا لا يفيق. هذه هي دول الإسلام وحكام الإسلام وسلاطين الإسلام وأئمة ابن تيمية وأئمة منهج ابن تيمية وأئمة المارقة والدواعش. يقول: ووصلوا إلى تبريز، وبها صاحب أذربيجان أوزبك بن البهلوان، فلم يخرج إليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدده من إدمان الشرب ليلا ونهارا لا يفيق. هنيئا لابن تيمية هذا الخليفة الإمام التحفة النادرة. يكمل ابن الأثير: وإنما أرسل إليهم وصالحهم على مال وثياب ودواب، وحمل الجميع إليهم، فساروا من عنده يريدون ساحل البحر لأنه يكون قليل البرد ليشتوا عليه، والمراعي به كثيرة لأجل دوابهم. فوصلوا إلى موقان وتطرقوا في طريقهم إلى بلاد الكرج، فجاء إليهم من الكرج جمع كثير من العسكر نحو 10,000 مقاتل، فقاتلوهم فانهزمت الكرج وقتل أكثرهم. استفهام: هل احتاج التتر إلى ابن علقمي في كل بلد دخلوه كما كانت الحاجة لهم ضرورية لابن علقمي رغبهم في دخول بغداد وأخبرهم بكل تفاصيل جندها وأهلها واقتصادها وعساكرها، وكتب ذلك على رأس رجل بطريقة الوشم بعد أن حلق رأسه، وكتب آخر الرسالة: قطعوا الورقة. فهل قطعوا كل رؤوس الرجال الذين أرسلهم أبناء العلاقم في تلك البلدان؟ خرافة، ما وراءها خرافة، عقول فارغة.